مع منشآت لتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة على نواحي ثلاثة. أول شيء تطوير، تدريب ودعم مالي، وخاصة السيدات رائدات الأعمال في مجال التحول المالي أو التحول الديجيتايزيشن اللي بنسميه ديجيتايزيشن. طيب إذا ما تحدثنا اليوم عن أيضا استثمارات فيزا في السوق السعودي، نعلم بأن فيزا متواجدة بشكل مبكر في السعودية، طيب ما هي استثماراتكم؟ ما هو توجهكم في السوق السعودي؟ احنا فيزا لنا في السوق اكثر من 30 سنة، والدعم على 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 كذا منحة، هو دعم بموظفين او دعم باشخاص بالسوق، بنية تحتية، تكنولوجيا، ودعم التعاون مع شركات المالية، مع البنوك المحلية، مع البنك المركزي والمدفوعات السعودية. واحنا اليوم يعني بس اعطيك حتى شوية ارقام، يعني احنا اليوم ان شاء الله ب 2023 اخر السنة حنفتح المركز التطوير او مركز الابتكار بفيزا، حيكون السابع على العالم. فسؤالك على الانفستمنتس، احنا اليوم بالسعودية من 30 سنة احنا ندعم القطاع المالي، ندعم التكنولوجيا، ندعم التحول الرقمي على مناحي منحة يعني متعدد. طيب يعني انتم يعني ما حجم ربما لنقول حصة السعودية من اجمالي حصتكم في المنطقة واعمالكم، وايضا يعني مع هذا التحول خاصة للتقنية المالية والتجارة الالكترونية وغيرها، هل هذه القطاعات ايضا تدعم اعمالكم في السوق؟ السعودية بالنسبة لنا بالريجن من اكبر الاسواق بالريجن، بالمينا ريجن. التحول المالي، التحول الرقمي بارتفاع. واعطيك شويه ديتا، يعني اليوم انت عارف التاب تو بيمنتس، يعني الدفع باللا تلامسي، تحولنا من تقريبا 4% ل 94% بالسعوديه. وهذا المركز تقريبا المركز الاول بال المنطقة، أكبر من الأفريج تبع أوروبا وأكبر من هونغ كونغ وكندا. جميل. طيب سؤال أخير بالنسبة لكم، يعني كيف تنظرون أيضا لقطاع الأعمال في السعودية والطلب على الخدمات في هذا الجانب؟ قطاع الأعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة، يعني مشاركتنا مع بيبان ومشاركتنا بهذا المؤتمر هو الهدف الأساسي، أن نكون قريبين من هذا القطاع وقريبين من قطاع الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة. قطاع جدا مهم، شغالين قريبين من هذا القطاع وعم نحاول نشتغل مع القطاع على التحول المالي والتحول الرقمي بكل الأسس.